أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير، رمضان كريم، وتقبل الله الطاعات منا ومنكم أجمعين. بهذه الأيام المباركة بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، اليوم في هذا المكان المقدس، المكان المبارك، في حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه، يا ربي جعلكم من القائمين في هذه الليلة، ومن الذين يتقبل الله دعاءكم فيها، ومن صالح الأعمال. حياكم الله، ومن الحضرة القادرية، ابقوا يا يعني. مشاهدين حياكم الله، نبدأ بتجواننا من داخل الحضرة القادرية الشريفة. متواجد أنا حاليا في الباحة الخارجية للشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا المكان اللي فيه العوائل، ويعني اللي دا أشوف العدد الأكبر هم عوائل، يعني اللي الرجال مكان بسيط جدا، فهذا يدل على حب عوائلنا الكريمة لمرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. نبلش حوارنا ويا عوائلنا الكريمة عن أهمية هذا المكان، وما الذي يدعونه في هذه الأيام وفي هذه الليلة تحديداً المباركة. ابقوا يانا، والسلام عليكم حجينا. وعليكم السلام. رمضان كريم. علينا عليكم. عاد الله أيامك. أيامك. شلون الصحة؟ هذا اليوم أنتم اختاريتوا مرقد الشيخ يعني. إن شاء الله. تتواجدون به. لأي ساعات تبقون؟ والله شوف، لحما يضجوني نعسون جال آخذ مرة البيت. أها. يعني بيتي قريب هنا. بيتك قريب. أنت من هاي المناطق الشعبية؟ نعم. مو؟ هذه المناطق القريبة على مرقد الشيخ عندهم حب كبير لحضرة الشيخ. إن شاء الله. نعم. تباركون وتدعون. إن شاء الله. نصلي ونقعد في المتاحف. المزاور بعده موجود، فعل الخير بعده موجود؟ طبعا موجود، الحمد لله موجود. مساعدة على الخير إن شاء الله. إن شاء الله. هاي من ولدك وياك؟ ولدي وياك. يلا رمضان كريم. شلونك؟ شو اسمك؟ علاوي. اليوم ليله مهمه عند رب العالمين، تمام، عز وجل، فتصلي ان شاء الله. صلي وادعي. عافيه. ها ما شاء الله، الصيام صايم. عافيه. جسمك كرار. هلا كرار. ابو حسين انت كبير. عافيه ان شاء الله، يا رب تكون خير وبركه على بيتك وعلى اهلك. دير بالك على ابوك وامك. اليوم عينك. طبعا. عافيه، الله يحفظكم ان شاء الله. يلا خلينا نكمل بقيه حوارنا وبقيه عوائلنا الكريمه. السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. الحمد لله. سعد الله ايامك. ويانا. شو اسمك؟ يارا. يارا، هلا بيارا. يارا، اليوم انت بمكان حلو. طبعا. ومكان مبارك. صليتي شيء؟ دعيتي؟ صليتي؟ طبعا. عافيه. زين، شو دعيتي؟ دعت يوفق العراق وكلنا. واي واحد يندعي ان شاء الله دعاء مستجاب. امين يا رب. امين. يارا انت حلوه. تسلم. والله ما شاء الله تخبلين. تسلم. شلون شو مدرسه؟ اولى. اولى. عفيه، هيك اللي صباعيه بناتنا اولى. زين، انت اولى، الطموح شنو؟ متخرجين شنو الامنيه؟ امنيتي اكون صيدلانيه. اي حقك. اي يكون يعني لي شيء خاص. شيء خاص؟ اي. اكو عندك ثقه بنفسك من السولف، هيك شيء حلوه، شخصيه قويه يا يارا. شكرا. عافيه، الله يحفظك حبيبتي يارا، ويحفظ ماما وبابا الك، وان شاء الله تكوني صيدلانيه رقم واحد بالعراق ان شاء الله. يلا ورده يارا، الله يحفظك ان شاء الله. خلينا نكمل حوارنا ويا عوانا. السلام عليكم خاله. رمضان كريم علينا وعليك. تقبل الله طاعات انه ولك ان شاء الله، وايامكم الله يبارك فيك، صحه وسلامه. الله يحفظك علينا وعلى امك محمد. آمين. ان شاء الله. امين. حجينا شلونك يابا؟ اسعد الله ايامك. رمضان كريم. الله يسلمك. احفظك الله. شلون امورك؟ عبد الله. هذا المكان شو يعني لكم؟ مرقد الشيخ عبد القادر. وجدنا هذا عبد القادر، وجدنا. ها
جدكم. تتباركون بهذا المكان تدعون؟ دائما نجي هنا. دائما تجون؟ جمعة اللي يجي كل اسبوع. مو بس بأيام رمضان، حتى ما قبل رمضان. لا قبل رمضان مستمرين كل جمعة كل جمعتين، جمعتين الثالثة اللي يجي. أحسنت. الله يتقبل إن شاء الله دعاءكم وصيامكم وكل ما تقدموا خير. أجي شلون شابك؟ شلون أجواء رمضان ياكم؟ والله الحمد لله خير وبركة. يا رب خير وبركة عليكم. ما بقى شيء إن شاء الله على عيد الفطر. إن شاء الله خير وبركة. نقول عيد مبارك عليكم. إن شاء الله علينا وعلى أمة محمد، آمين يا رب العالمين إن شاء الله. آمين. الأمة العراقية شنو تحضيراتها لعيد الفطر؟ شو تحضر؟ والله هي الكليتشة شيء أكيد. هاي عادات البغدادية. عاداتنا إحنا العراقيين هي أهم شيء الكليتشة. زين. إيه والحلويات وأنت تعرف بعد. صح. إيه وملابس العيد للجهال. اشتريتوا لو بعدكم؟ والله نص اشترينا نص بعدنا. شلون اسعار السوق؟ والله السوق معلق صراحه غير. غالية. اي كلش غالي. اي. يا بنسال ليش يقولنا بسبب الدولار. الدولار. اي. اي. والحمد لله. الفقير يعني الفقير يعني متأذي هواي مو شلون ما كان. متأذي هواي. الفقير الى الله احسن من البشر. ونعم بالله. اي نعم الله ارحم الراحمين. ارحمنا واكرم هو بالكرم. خاله ضروره الدعاء بهذه الليله، شلون شنو اهميه الدعاء؟ شنو اهميه الواحد يقيم الليل؟ والله يعني الدعاء الله يحفظ هذا البلد. ويحفظ شبابنا ولدنا إن شاء الله يا رب العالمين. ما يوم يعني يوم القدر يعني كل الناس تتمناها. ليلة مباركة. صح. يعني الناس بالصلاة وبالدعاء. صح. الله يبارك بيك. بيك حبيبي. ويحفظكم إن شاء الله. شلونك؟ يا حبيبي. اسمك؟ هادي حبيبي. هادي. هادي. كل عام بخير مقدمة. بخير يا عمري. على الله ايامك. الله يسلمك. هذا المكان شو يعني لك؟ والله شيخ عبد القادر جدنا احنا جد. كل فترة نجي هنا. اي. كل سنة من فوق السنة. ما تفوتون الحمد لله. زيارة. الله يسلمك. شنو الدعوات شو تدعون؟ والله ندعي شبابنا ان شاء الله المام تحيي تحيي. والمام الزوج يتزوج. المام الزوج يتزوج. اي الله يسهل امر الناس. الله يسلمك يا حبيبي. ان شاء الله يا رب كل عامكم خير وبركه. الله يسلمك ويحفظكم ان شاء الله. شكرا خاله. شكرا عمو ممنونين. جزيل الشكر. حياكم الله. يلا خلينا نكمل استجوانا. السلام عليكم. رمضان كريم. سعد الله ايامكم. الله يسعدك. ايش خلك؟ الله يحفظك يعزك يعزك. كل عام بخير مقدما. وانت بالف خير. اشكرك عيني. الله يعزك. شلون اجواء رمضان بهاي الايام الليله المباركه؟ والله اجواء حلوه كلش والله العظيم. كلش اجواء يعني. حبيت احنا جينا من الانبار يعني هاي كلش يعني مرتاحين هنا وفرحنا. اها والله حياكم الله وحيا الله الانبار. الله يسلمك. وين تروحون بايام العيد بالانبار؟ والله ان شاء الله هم نجي لبغداد شو نتونس اقاربنا واهلنا هنا. تعال. ايه ان شاء الله هنا نعم. يعني تعيدون ببغداد؟ ان شاء الله بتسهيل الله. عندكم اقارب هنا؟ ان شاء الله. اي والله اقاربي كلها هنا. هاي الحليوه مين هاي؟ هاي بنت ابني. شلونك؟ زينه. شو اسمك؟ ميار. ميار مبينه وكيحه. اي مقهيج. مو وكيحه ميار؟ اي تقولي الله يحفظ ان شاء الله. الله يسلمك عيني. تحياتي من عوالكم الكاميرا. سعيد اشكرك عيني. شكرا جزيلا. حياكم الله. يلا من هلا تعال. اي شاب ومن حقك. هذا بالبطل وهذا المعقل يمي. شلونك؟ الله كريم. رمضان. هذا الله ايامك. شلون اجواء رمضان هنا؟ والله زينه الحمد لله. الحمد لله والله. من وين جنابك؟ من بغداد. من الشعب. من الشعب بغداد الشعب. حياك الله. الله يحفظك. المكان هذا حلو شفت فيه. اي والله حلو. اجواء رمضانيه. اجواء رمضانيه طبعا. حلو كله. شنو الدعوه دعيت؟ شنو دعيت؟ ان شاء الله يسرنا ويحفظنا ان شاء الله. امين امين. الله يحفظكم ان شاء الله شباب. ممنون. شلونك؟ الحمد لله. يلا تعال يمي اوقف. شو اسمك شيخ؟ عمار. هذا بس عمار ما يصير تكرز انت تحكي وياي. عافيه ذب الحب. تعال اقف هنا. هنا ما يبغوا علي، يبغوا علي عمار. تعال اقف صفهم. تعال شلونك؟ الحمد لله. من وين عمار؟ من المشتل. من المشتل بغداد المشتل. ايه. رمضان كريم عليك. ايه وعليكم. وسعد الله ايامك. حبيبي. ويا من جاي؟ والله يا عائلتي. ويا عائلتك. ايه. حلو هذا العقال عليك والغتره. حبيبي. مرتبه. حبيبي. منو لبستك هاي الملابس؟ جدي. جدك؟ مو شيء عشيره يعني. والنعم والنعم. انت بعد شيء خمينه. حبيبي. الله يحفظك. من يا عمام؟ جنابي. والنعم هلا بالجنابات. تحياتنا اليك ولكل جنابي. حبيبي. رمضان كريم عليك حبيبي. شكرا. حبيبي. هلا هلا بعمار. هلا. يلا خلينا نكمل. رمضان كريم. علينا وعليكم. صحة. هلا الله ايامك. انت. هسه يقولوا لك شوقي تطلع عسير. شلون اجواء رمضان هنا؟ والله زين الحمد لله. حياكم الله. الله يحفظكم. يلا يا رمضان كريم عليكم. السلام عليكم. رمضان مبارك. اسعد الله ايامك. شلون الصحة؟
عليكم بالخير ان شاء الله. الله يحفظك. شلون اجواء رمضان هنا؟ والله الحمد لله والشكر. لا اشوفك كم هال من الناس يعني الحمد لله كل سنه حابين هذا المكان، يدعون متباركين بهذا المكان ان شاء الله بركته الله واهل البيت وسيدنا الجيلاني ان شاء الله خير علينا وعلى امه محمد. زين التجهيزات العيد تحضيرات كعائله عراقيه؟ اي كعائله عراقيه صحن وحال بقيه محضرين الحمد لله والشكر. زين شلون السوق بالشارع؟ شلون الاسعار؟ والله السوق غالي غالي مو مثل الاول. الفقراء شلون عايشين لعد؟ والله الفقير على الله، ايش عنده غير الله الفقير؟ ونعم بالله. ونعم بالله. اذا المتضرر الفقير. المتضرر شيء طبيعي، الاول التالي المتضرر الفقير. الله يعينكم ويعين كل العراقيين، شكرا جزيلا، حياكم الله. يلا خلينا نستمر ويا بقيه عوائلنا الكريمه، وما شاء الله الاعداد كبيره جدا، و يعني كل عائله باطفالها بكبارها بصغارها متواجده هنا. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. رمضان كريم. علينا وعلى الله ايامك. ايامك. شلون الصحه؟ على الله. شلون اجواء رمضان اليوم هنا؟ والله حلوه تفضل. شيخ عبد القادر عنده منزله عند العراقيين عموما. يعني منزله خاصه. اي والله. موجوده. شلون تقضون ليله القدر؟ ليله القدر مهمه. والله بالدعاء بالغفران بالاستغفار. يا ساعة تبقون في هذا المكان؟ 11 12. زين اليوم تحث الشباب انت اليوم البنات تحثهم على الدعاء، تحثهم على الصلاة طبعاً. على التعبد طبعا. شنو شو تقول لهم؟ والله الصلاة الغفران ندعي للشهداء العراق. امين امين امين. سوقت على امه محمد؟ سوقت لو بعدك العيد؟ لا بعد الخميس ان شاء الله. اها زين شوف اليوم العوائل الفقيره يعانون من المسواق في الشارع؟ والله اي تقريبا اسعار شويه غاليه. اسعار غاليه. اي والفقير اللي عنده عوائل عائله كبيره شلون يعيش؟ يشتري النص ويعوف نص. يشتري النص؟ ويعوف نص. ويعوف نص. اي على حساب فرحه الشاب الاطفال اللي عنده. اي زين الله يعني يعينكم. يشتري الجهال ويعوف الكبار. يعوف الكبار. فبالتالي انا اسمع انه يقول لك هذا عيد الصغار وليس عيد الكبار. اي رغم وعيد الجميع عيد المسلمين. وعيد الله اكبر. مو؟ رمضان كريم سيد. سعد الله ايامك. ان شاء الله. ام البيت تصير عليها مسؤوليه بالعيد. اي والله. قاعد تحضرين على العيد؟ لا. اي لا الحمد لله. ترتيب على الاكل. ترتيبات مال العيد الكليته مو بس بدينا بيها. بديتي بلشت بيها؟ اكو من يساعدك باللفه الكليته؟ اي عندها من اخواتي عمتي وياي. اها زين وين تروحون بالعيد ايام العيد وين تطلعون؟ والله واحد ايام الاعياد يعني ما نطلع. ليش؟ تصير ازدحامات الشوارع الاغلبيه. اها. ورا العيد ان شاء الله. امنياتكم بهذا الشهر المبارك، بهذه الايام المباركه. ان شاء الله يدوم على امه محمد بالخير والبركه والصحه والعافيه ان شاء الله. امين امين. آمين. الله يرحم شهدائنا ويحفظ العراقيين جميعا، شكرا جزيلا. اهلا الكريمه يلا ايش قلبوا خليه نطلع ويا بقيه العوائل ونشوف بقيت عوائلنا الكريمة وأجواء ما شاء الله. هلا عمو شلونك؟ رمضان كريم علينا وعليكم. بنين بنين سباعين. شو تقولين يلا بنين؟ من تسلمين عليه؟ من على على هذا السلمين؟ تريدين نصور تسلم عليه؟ يلا تعاي تعاي هنا مو تسلمين تروحين عليه. الله يحفظك حبيبي. يلا خلينا نشوف بقيت عوائل الكريمة. السلام عليكم. رمضان كريم. السلام علينا وعليكم. سعد الله ايامك. شلون الصحة؟ يحفظكم الله يبارك فيك. قبل الله الطاعات. انا اشوف العراقيين جميعا متجمعين بهذا المكان. يعني من كل مكان من كل محافظة. شلون تقول يعني شيخ عبد القادر الجيلاني اولا هو من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومشى فقعدة عائلية شعبية تصير. ناس تعرف ناس، ناس تواصل ويا ناس، فقعدتها تصير حلوة اجواها حلوة من تهتم ويا العالم وتقعد تتعرف على ناس من جميع المحافظات مو الا من بغداد. فاجواها تصير حلوه، مساحه بيها واسعه، والعراقي تدري بيهم انت شعب جاب جدر الدولمه مالته لقى على مكان صح. صلى وقعد فطر وكمل وطلع الحمد لله رب العالمين. امين الله يتقبل ان شاء الله. لنا ولكم اجمعين. قيامكم الليل ودعاءكم. امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا. ممنون شكرا ممنون جزيل الشكر. يلا خلي نطلع من فاصل بسيط ونرجع من الشيخ عبد القادر الجيلاني. حياكم الله. حياكم الله احبتي المشاهدين واهلا بكم مجددا من مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. بين اهلنا وناسنا بين عوائلنا نتجول نتحدث عن هذه الليله المهمه المباركه، نتحدث عن اجواء رمضان في مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وارضاه. العراقيين جميعا عندهم حب
كبير جدا لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني والحضرة القادرية عموما. حياكم الله ونبدأ حوارنا ويا عوائن. لكن قبل ما نبدأ عوائن الحليلة، وش اسمك؟ جود حبوب سعد. جود؟ جود ابني ولا ولد؟ ولد شلونك؟ شو اسمك؟ سعد حبوب سعد. عافيه. يقول اسمه ثلاثي. شو تسولف حبيبي؟ شو تريد؟ شلونك؟ رمضان كريم. قادر كلامية كلامية وناس وشاطر. انت شنو قصيده لو شنو؟ قصيده عن حضرة الشيخ؟ يلا العد عدي صوتك يلا حتى انا نشجعك يلا عافيه. حضرة الشيخ عادل بس شيخ جدك الشيخ عبد القادر الجيلاني مو؟ عافيه. جدك الشيخ عبد القادر. عافيه الله يحفظك حبيبي. يلا سلم على الكاميرا سوي لها باي باي. يلا روح روح على بابا يلا عافيه بالسبع. رمضان كريم سيد. سعد الله ايامك. ايامك. شلون الصحه؟ زين الحمد لله. شلون اجواء رمضان وياكم؟ تفضل. حلوه؟ ايه. زين مرقد الشيخ عبد القادر ليش تختارون المجيء يعني تحديدا في ليله الشيخ. القدر للمرقد؟ نحب الشيخ عبد القادر. نحب زيارته نفيه انا بترتاح بيه لين محافظات نجي من محافظات لينا. من وين؟ من دياله. حياكم الله حيا الله دياله. اجواء رمضان مرقد الشيخ لها طعم خاص. ايه. لها خصوصيه. ايه. ليلة القدر مهمة عند المسلمين؟ اي طبعا. ماكو احسن من هاي الليلة. يا رب سنة خير علينا وعلى أمة محمد يا رب. امين امين. شنو دعيتوا وزرتوا بعدكم؟ زرنا ودعينا صلينا صلاة التراويح. ما شاء الله. النساء دا اشوف بكثرة بهذا المكان ما شاء الله. يعني عوائل كريمة هواية موجودة. هو أكثر بالعكس هالسنة قليلة العام فد دورة. اها. هالسنة قليلة عالم. أكثر ليلة القدر تحديدا. لا ليلة القدر وولادة الشيخ عبد القادر بي. العالم تجي هواية بي. صح. شنو تحضيراتكم للعيد؟ مسوقين؟ لا. اي الحمد لله. مسوين كليتشل لو بعدكم؟ سوينا. سويتوا كليتشل؟ من هو أم الكليتشل المضبوطة اللي انحلف براسها؟ والله ما جاية ويانا. هنا أنا أم الكليتش الزينة. حضرتي كليتش أو بعدك سويتي؟ إيش قلت كم كيلو سويتي؟ والله 7 كيلو ما شاء الله. هاي واحدة كنتي زين شلون هاي تمتع بين؟ لا متعودين. متعودين. هاي إيش قلت قعدون عليها كم ساعة؟ كل يوم نسوي كيلو وين؟ أها. أي والله. من وياك شي ساعدك؟ عندي عمتي. عمتك. أها. أنت هم من دياله من بغداد؟ لا من أهل دياله. أهل دياله. أهل ديالة يجون بغداد يعني دائماً لكون يمكن قريبة على بغداد. إيه صحيح. قربة على بغداد. إيه صحيح. أربع ما هو تقريباً يجي. نصف ساعة تقريباً 3-4 ساعة. إيه إيه. مو؟ يوم أنت ويا من جاي؟ أنا وأهلي. خواتك كلهم؟ إيه. والست الخاتلة شلونك؟ زين. رمضان كريم. علينا وعليك. سعد الله أيامك. زين سولفي لي هذه الأيام يكون بها أيام شراء. تشترون هسه لو بعد العيد؟ لا هسه تشتري. السوق غالي ولا رخيص؟ والله غالي. غالي؟ أيوة. مكلف على العوائل السوق من يغلى من يعلى السعر؟ طبعا طبعا. مكلف ابو البيت ينشلع قلبه بهالحاله. اي أيوة والله. تاخذون منه فلوس وترجع لي ورا، تاخذون منه فلوس وترجع لي ورا. اي والله. الفقير الفقير شو يسوي؟ اي الله يعينكم. اي والله. أيوة الرجال همينه. الرجال همين خطايا صار مثل بنك الجوال. ايوه شوف اي الله يعين الناس. اللي عنده خمس جات للجال ما يلحق. والله يعين الفقير انا اقول. أيوة يعني قد يكون الناس الميسوره تمشي حالها. اللي ما عنده راتب والحالته فقيره الله يساعده. صح. نقول يا ربي رمضان مبارك عليكم. عليكم. شكرا لكم ولعائلتكم الكريمه. يلا خلينا نستمر ويا بقيه الشباب والعوائل. رمضان كريم. شلون الصحة سعد الله يامك دير بالك وراك لاليك. شو اسمك؟ عباس. هلا عباس من وين؟ من دياله. والنعم هلا دياله. من خان بني سعد. من خان بني سعد. هذا قضاء خان بني سعد ان شاء الله. هذا ناحية ناحية. يلا حياك الله. شنو تقول شو تسلم على اليمن؟ والله اسلم على الكل. الله يحفظك يحفظ العراق ان شاء الله. هلا 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 حياك الله والنعم. هلا اخوي. هلا هلا. السلام عليكم. رمضان كريم. سعد الله ايامكم. صحه شلون الصحه؟ قبل الله اعمالكم. انا من ابو خليل من ارض السلام. حياك الله. احيي كل العراقيين وكل الشعب العراقي. حياك الله. تحياتي لاهالي ابو غريب. هذه الديره المهمله انا دائما اقولها ديره مهمله خدميه. مهمله خدميه. مهمله. نعم بس ان شاء الله امن وامان واهلها الناس الطيبين. سؤال في ايام عيد الفطر المبارك وين تروحون اهل ابو غريب؟ والله صراحه وين اهل ابو غريب بس؟ اهل ابو غريب بس. بصراحه بعد صلاه العيد كل من يقعد ببيته. لان ماكو اي مناطق ترفيهيه.
مجرد نزول أهلك وعمامك وناسك داخل المنطقة ما تقدر تطلع من سيطرة التوادر والازدحام. وهذه المناسبة خلي بنتي تلقي لك نشيد. يلا يعني ملاحظة أهل أبو غريب ما يعيدون بس ببيوتهم. ببيوتهم ما يقدر يطلعك ازدحامات بغداد ازدحامات. لا لا مو بغداد ماكو مناطق. أنا قصدي بابو غريب شكوا بالعيد كل شيء ماكو ترابط أبد تراب سن. لحد الآن 2023 أي خدمات ماكو. خلي يسمعون السادة المسؤولين ومحافظ بغداد. أي يلا خدمات ماكو. حياك الله. هلا هلا حبيبتي شلونك؟ رمضان كريم. تعال يلا نسمع نسمع قصيدة. يلا أنا وياك نسمع قصيدة. المن القصيدة؟ للعراق. يستاهل العراق عافية. يلا شو اسمك أول مرة؟ همسة. همسة شنو؟ خالد. همسة خالد؟ عافية بهمسة. يلا نسمع. أنا كنت أشرب الكاميرا وحش. يلا صوت عالي. أنا كنت أشرب وفوس مع وطيب مثل شجرة تحب لمت العصافير. أنا كنت القول ما هزتك ريح ولقامة دوات تاخد تصاوير. أبو جفوف الصدر خدي العين وطقا بشدة أصيك شواجر. أنا نقلقك بيات الأطفال وصب دموع عينك صب نوعير. إحنا ودك الباشر نشوف حظك في الفرح إن شاء الله يصير. عافية عافية صبونا لمسة انت ابو غريب والنعم رفعت راسك خلينا العراق ان شاء الله. الله يحفظ ويحفظ بنيتكم ان شاء الله ويحفظ كل نساء وبنات العراق بنات. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لكم. تحياتنا لاهل ابو غريب. يلا خلينا نكمل. هلا هلا يلا خليها. تعال اعطوني الكاميرا لهالبنوته. انا شيخ. يلا تعال تعال هنا. تعال هنا تعال هنا بنتي. تعال شباب. يلا تعال خلت تجيبنا. تعال هنا عجي. يلا العوائل هنا أطفال كثيرة جدا. يلا تعال بنتي. تعال انت بخير حبيبتي. تعال يمي. تعال يمي. كل عام بخير. أسعد الله أيامك إن شاء الله. الله يحفظك. علي صوتك مدى نسمع. عيد سعيد علينا وعليكم وعلى أجمع المسلمين. عافية عافية. شو اسمك؟ إسراء. إسراء المن السلمين علي من تعيدين. يلا على المن السلمين ببيتك منهم ماما منهم كليتهم أهلي كليتهم نقول كليتهم عام مبارك عليكم وعيد مبارك. يلا خلي بس اعطونا مجال خلينا نشوف بقية العوائل. نانا يلا خلينا نشوف نانا. السلام عليكم كل عام وانتم بخير. حطونا الكاميرا منك. تعالوا لي منك يا شباب. تعالوا منك. كل عام وانتم بخير. بخير. شلون السحر نسولف وياك؟ تفضل. اسعد الله ايامك. الحمد لله بخير. اشكرك. من وين اولا؟ من بغداد. من بغداد. هذه العوائل اليوم مجمع بهذا المكان اغلبيتها يعني متجهين لاماكن العباده. العباده اي هم اهل بغداد اهل منطقه مناطقنا كلها. اي شنو الدعوات اللي تدعين بهذه الليله المباركه؟ دعوتك الستر والعافية. أهم شيء هن ذني. آمين. أيوة. فعلًا الستر والعافية مهمة. أي أيوة والله. ويحفظ أمت محمد ويحفظ أولادنا وأولاد أمت محمد. فطرت اليوم هنا لو لا هنا والله فطرنا. يلا شنو فطوركم اليوم؟ والله جبنا مدفونة يصيحوا لها. ما شاء الله. تمن. ودولمة وتبسيط. وشنو اللي؟ العراقية كانت لحوم ولا؟ لا مو لهالدرجة. لا كانت لحوم باوعت عليها صفوح كانت لحوم. لا دولمة أكثر شيء يحبوا العراق. هي دولمة شكو بيها. هي لحم المقلوبة لحم المدفونة لحم التبسي بيها لحم اليابسة بيها لحم طبعا حتى خلينا التمن المدفون بيها لحم مو بعد شكو بارك الله فيك فاكلي لحوم احنا عراقيين بعد. الله يحفظك ان شاء الله ويبارك بيك. الله يعزك. رمضان كريم. خلاص عاد الله يامك. شلون الصحة؟ الله يحفظك. شلون اجواء ليلة القدر بمرقد الشيخ تحديدا؟ والله كلش حلوة الأجواء. احنا كل سنة نجي هنا أنا. يعني حلوة الأجواء تزور براحتك تصلي صلاة تراويح وهاي قاعدين احنا قبل الفطور جينا تقريبا الأربعة وهاي قاعدتنا. الدعوة اللي تتمنيها يا رب تتحقق تدعون يا رب الصيام. أريد الأمن والأمان للعراق. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب ونرتاح والسعادة لنا ولأمة محمد يا رب. آمين آمين يا رب. أنا أشكرك. رمضان كريم. خالص ما بقى لنا شيء على العيد. ايام بسيطه. الله يسلمك ويعطيك العافيه. اسعد الله ايامك. كل عام وانت بخير. انت بخير ان شاء الله. ستر وعافيه. ساعات قليله قد تفصلنا عن عيد الفطر المبارك ان شاء الله. شنو اللي تتمنيه وتدعيه؟ اتمنى بس الستر والامان للعراق ولولدنا وشبابنا وتعيين
بيرتاحون وخير وبركه واخوه على كل العراق. عندك احد ما معرس ندعي له يعرس يا رب؟ لا لا كلهم معرسين. اي بس ولد اختي ما معرسين، ولد اختي ديش ما معرسين، ولا ولدنا اخواني كلهم معرسين، كلهم معرسوا بس ولد اختك ما معرس. اذا يتعينون يتعرسون، اذا ما يتعينون ما يتعرسون. زين تريدين تعين انت لولد ولدك العرس؟ لا ان شاء الله يتعينون. شي سبب العرس وما عنده لا شغله ولا عمله. اي صح. اي مصه ما تمشي الحياه اذا مو اي اذا هسه ما يقول لك التعامل يوم اكو يوم ماكو. صح. وشايف هاي الظروف ساعه انقطع الدرب قعده الدولة إذا عصت قاعدة والعمال. أي صح. يعني خد جسر قاعدة. الفقير بس يوقع. رحم الله والديه. إحنا شو نقول؟ نقول يا ربي هذه أيام مباركة وهذه ليلة مباركة. أي والله. وكل عام أنتم بخير. ونسلمك. وأسعد الله أيامكم إن شاء الله. وأيامك إن شاء الله ويا أمة محمد. بارك الله بكم. شكرا جزيلا. هذه حلقتنا من مرقد الشيخ عبد القادر. وأنا محاط بالأطفال ومكبل بأيديهم. هذه حلقتنا بين أهلنا وناسنا من داخل المرقد الشيخ عبد القادر. يحفظ الله هذه الأطفال. هؤلاء هم جيل قادم يحمي هذا البلد. أنا والله أنا 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 أ